السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي جايين بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا التتمة ديال السلسلة اللي وصلنا فيها في التمرين الثاني. على بركة الله نبداو بالنسبة للتمرين الثاني. دونك بالنسبة للتمرين الثاني عطانا بعض الاعداد عقديه، وكل عدد عندنا اللحاق ديالو، لا فيكس ديالو. دونك ا عندنا الغاصين ديال 3 زائد اي، عندنا بي كتساوي الغاصين ديال 3 ناقص 1 زائد جذر 3 زائد 1 مضروبه في اي. مزيان. دونك لا كيسيون الاولانيه ا فيغيفي كو تحقق ان بي كتساوي 1 زائد اي فوا ا. دونك هنا عطاني في لا كيسيون فيغيفي، يعني تحقق هاد المتساوية كتساوي هاد المتساوية. عندنا لو شوا، اما نبداو من بي باش نلقاو هاد الطرف، ولا نمشيو نبداو بهاد الطرف باش نلقاو بي. دونك حنايا عندنا فيغيفي، عندنا لو شوا، نمشي نشوف البلاصة اللي فيها الحساب. دونك بي هي هادي، هنا عندنا واحد زائد اي مضروبة في ا، يكفي ان نعوضها بالتعبير ونصرف واحد زائد اي يعطيني هذا. يعني هنا عندنا لو شوا. باغ كونطخ الى عندنا مونطخي كو اوبليجا ان نبداو من بي باش نلقاو لهاد لا كيستيون هادي الاخر. دونك غادي نبداو هنايا لا كيستيون واحد ا، غادي نبداو من هاد الطرف هذا اللي فيه الحساب باش يعطينا بي. اون لدينا واحد زائد اي مضروبة في ا تتساوي. دونك غادي نمشي نعوض واحد، عفوا ا بالتعبير ديالها. عندنا واحد زائد اي فاكتور ا، شحال كتساوي ا؟ هي جذر 3 زائد اي، وانا عندي خاصي يساوي لنا التعبير بي. عندنا بي هي كتساوي، دونك نمشي ننشر هذاك التعبير. واحد في جذر 3 هي جذر 3، واحد في اي هي زائد اي، يعني كنشر وكنرد البلعيه الاشاره، زائد واحد في جذر، عفوا اي في جذر 3 هي جذر 3 ديال اي، واي في اي هي اي اس 2، وبجوج هما موجبين، يعني بغيت ندير ناقص واحد. هاد ناقص واحد منين جاتنا؟ اي في اي هي اي اس 2 كتساوي ناقص واحد، ونحسب عادي. دونك هنا غادي نحاول نجمع اللي فيهم اي مع اللي فيهم اي، واللي فيهم اللي ما فيهمش اي مع اللي ما فيهمش اي. دونك هنا جذر 3 ناقص واحد، ها هي جذر 3 ناقص 1، وهنا عندنا اي، وهنا عندنا اي جذر 3، ما يمكنش تحسبوا هادو، ولكن عندنا واحد القاسم مشترك اللي هو اي. غادي نفاكتور باي، اي عامل، هنا بقى عندنا 1 زائد جذر 3. مزيان. هذا الجزء هذا اللي هو لابارتي غيال ما يمكنش تجمع، علاش؟ ما يمكنليش نجمعوا الغاصين ديال 3 ناقص 1. دونك هنا بيبقى الحساب هو هذا، 1 زائد اي فوا، يعني هذا هو النتيجه اللي لقينا. شنو خاصنا نلقاو؟ هاد التعبير هو خاصنا نلقاو هو بي، حيتاش قالها ليا، قال ليا فيغيفي كو بي كتساوي، حنا بدينا بهاد البلاصة، خاصنا نلقاو بي. بي شحال فيها؟ جذر 3 ناقص 1 هي هادي، هاي جذر 3 ناقص 1 زائد اي عامل لجذر 3 زائد 1 اللي هي هادي. إذا دونك بي كتساوي 1 زائد اي مضروبة في ا. دونك هذه هي النتيجة ديال السؤال الأولاني. نمشيو للسؤال الموالي. اون ديدوير كو الموديول ديال بي كتساوي جوج جذر جوج، يعني الموديول كنرمزو ليه بالقيمة المطلقة. قال لي ديدوير يعني استنتج أن المعيار ديال بي هو جوج جذر جوج. دائما فاش كنكون عندنا لا كيسيون فيها ديدوير، يعني استنتج، كتستنتج انطلاقا من آخر نتيجة لقيتي. دونك هاد الموديول اللي هو الجوج الغاصين ديالو، منين بدينا نجيبوه؟ بدينا نستنتجوه من هنايا. دونك غادي نبداو آخر حاجة لقينا. دونك عندنا في لا كيسيون بي، قلنا بي كتساوي 1 زائد اي مضروبة في ا. حنا شنو بغينا؟ طلب مني باش نحسب ليه هاد الموديول ونلقاه هو جذر جوج، جوج جذر جوج. يكفي اننا نمشيو نديرو الموديول ديال بي، يعني المعيار ديال بي كيساوي الموديول ديال هاد التعبير هذا كامل. دونك 1 زائد اي عامل ل ا، يمكن ليا نقسم عليهم الموديول، هي 1 زائد اي مضروب في الموديول ديال ا، ونجي نحسب الموديول ديال ا والموديول ديال هذا. لدينا الموديول ديال 1 زائد اي تتساوي، كيفاش كنحسبوا الموديول؟ كنديروا الغاصين لا بارتي ريال او كاري زائد لا بارتي ايماجينير اس 2. 1 اس 2 زائد 1 هي جوج، هي جذر جوج هاي.
دونك هاد واحد زائد يعطينا جذر جوج، ونمشيو نديرو الموديول ديال ا. الموديول ديال ا تتساوي الجذر لا بارتي ريال في ا زائد لا بارتي ايماجينير في ا. دونك ا شحال كتساوي؟ هي جذر 3 زائد هي جذر 3 اس 2 زائد 1 اس 2 تتساوي الجذر جذر 3 اس 2 هي 3 زائد 1 هي 4. هي شحال كتساوي؟ كتساوي 2. دونك هنا الموديول ديال ا هي 2 والموديول ديال 1 زائد اي هي جذر 2. دونك 2 في جذر 2 هي شحال؟ هي 2 جذر 2 هي الموديول ديال بي اللي عطانا هنايا نلقاو. اذا دونك الموديول ديال بي كيساوي 2 جذر 2. مزيان، حنا لقينا السؤال ديالنا. من بعد شنو قال ليا؟ قال ليا كو يعني ديدويغ كو هاد لا بروبوزيسيون لقيناها، اي كو يعني اي ديدويغ كو لاغيمون ديال بي هو 5 بي على 12. مزيان، حنا خرجنا الموديول ديال بي، بقى لنا اش لاغيمون العمدة ديال بي. منين بينا نجيبوها؟ بينا نجيبوها من هادي نيت. نعاود نكتب ليه هاد التعبير هذا، وهاد المرة نحسب لاغيمون ديال هذا ولاغيمون ديال هذا. دونك حنا عندنا لاغيمون ديال بي، لاغيمون ديال بي شحال كيساوي؟ كيساوي هو لاغيمون ديال 1 زائد اي في ا. مزيان، وحنا كنعرفو الا عندنا لاغيمون جمع لي جوج الحوايج بينهم الضرب تيولي ناقص، عفوا تيولي زائد. يعني بينا نديرو لاغيمون ديال 1 زائد اي نخرج شحال كيساوي، وابخي نزيد عليه لاغيمون ديال ا خاصو يعطينا 5 بي على 12. مزيان، نجيو نحسبو هنايا اشنا هو لاغيمون ديال 1 زائد اي. غادي نمشيو نديرو 1 زائد اي تتساوي شحال لقينا في الموديول ديال 1 زائد اي هي جذر 2. يعني كندير الموديول كنعمل به وكنقسم عليه، هي 2 هي عفوا جذر 2 عامل لواحد مقسم على جذر 2 زائد هنا عندنا واحد مقسم على جذر 2 فوا اي. مزيان، من بعد شنو كنديرو؟ كنحيد الجذر من المقام، كنحاول نحيد الجذر من المقام. دونك هنا بتولي عندنا جذر 2 عامل شحال عندي هنايا؟ بيولي عندي الغاسين ديال 2 سيغ 2 زائد حتى هنايا الغاسين ديال 2 سيغ 2 فوا اي. مزيان، الكوسينوس كيفاش داير هنا؟ موجب، والسينوس حتى هو موجب، مباشرة تمشي للجدول تتساوي شحال عندي هنايا؟ جذر 2 في الموديول هاهي عامل شحال الكوسينوس تاع واحد الزاوية بيعطينا غاسين ديال 2 على 2 هي كوسينوس بي على 4. كوسينوس بي على 4 زائد اي سينوس ديال بي على 4. ونديرو الكتابة الأخرى كتساوي جذر 2 بي على 4. مزيان، دابا حنا خرجنا اش؟ لاغيمون ديال 1 زائد اي. دونك لاغيمون ديال 1 زائد شحال عطاتنا؟ عطاتنا بي على 4 تتساوي بي على 4 بترديد 2 بي. ولاغيمون ديال ا حتى هو بغيت نحسبو باش نعوضو هنايا. دونك غادي نجيو نحسبو لاغيمون ديال ا. لاغيمون ديال ا كيفاش غادي نحسبو؟ دونك حنا ديجا خرجنا ليه الموديول بغيت نعمل به ونقسم عليه. دونك هنا عندنا ا تتساوي هي جذر 3 زائد اي زائد اي. مزيان، شحال لقينا في الموديول ديالها؟ هي 2 ها هي نخلي حداها. دونك بين ندير ا تتساوي 2 عامل لي جذر 3 بغيت نقسمها على الموديول زائد المعامل ديالو اي هي 1 على 2 فوا اي. مزيان، الكوسينوس موجب والسينوس هو موجب بغيت نمشي مباشره للجدول. غادي نمشي نحسب الكوسينوس تاع واحد الزاويه بيعطينا جذر 3 على 2 بنلقى هو الكوسينوس ديال بي على 6. الكوسينوس ديال بي على 6 زائد اي سينوس ديال بي على 6. مزيان، نديرو الكتابه الاخرى. دونك ا
تساوي الموديول هي جوج او بي على 6. مزيان. دابا عاد نجي شحال لقينا في الموديول، عفوا شحال لقينا هنا في لاغيمون ديال ا؟ ها هي هي بي على 6، نكتبها ها هي بي على 6 بترديد دو بي، ونعاود نجي نكتب هادي مقاده باش تولي عندي هنايا العلاقه مكتوبه. دونك ها هو كلشي قدامي، بغيت ندير لاغيمون ديال بي اشنو كيساوي؟ قلنا لاغيمون اللي عندنا الجداء تولي مجموع تتساوي بي على 6 زائد ديال ا زائد شحال عندنا في لاغيمون ديال واحد زائد اي، هي بي على 4، ها هي زائد بي على 4 بترديد دو بي. شوف معايا هما شحال لقاو في لاغيمون، راه ديجا عندك لاغيمون هي 5 بي على 12. مزيان، يعني هنايا تمشي واحد المقام وتلقى هي 5 بي على 12. المقام موحد بين 6 و 4 هو 24، ولكن كنشوف واحد العدد قبل من 24 اللي هو 12 مضاعف على 6 ومضاعف على 4. الا مشينا درنا المقام موحد هو 12، ها هي 12 هنايا وزائد 12، ماشي الا درتي 24 خطا، لا يبي تعاود تختازل، بيكون عندك عدد اكبر وبي تعاود تختازل. دونك هنا عندنا 6 ولات عندي 12، ضربناها في شحال؟ ضربناها في جوج، بيت ندير هنايا جوج بي، ها هي بيت ندير هنايا جوج بي. كان عندنا 4 ولات 12 في شحال؟ ضربناها في 3، بيت ندير هنايا 3 بي، وما ننساش بترديد 2 بي. دونك جوج بي على 12 زائد 3 بي على 12 هي 5 بي على 12 بترديد 2 بي. دونك لاغيمون ديال بي عطانا 5 بي على 12 بترديد 2 بي، وحنا جاوبنا على السؤال. دائما الجداء في لاغيمون كيتحول لزائد بحال شكل الالين، والخارج كيتحول ناقص. صافي، دونك هادي مفهومه. نمشيو للسؤال الموالي. دونك نمشيو لا كيسيون سي. لا كيسيون سي قال لي ديدوير كو كوسينوس ديال بي على 12 كتساوي جذر 6 ناقص جذر 2 على 4. هي البنان نستنتجو ان الكوسينوس ديال 5 بي على 12 كيساوي هذا التعبير. من غادي نستنتجوه؟ بنا نستنتجوه من لا فورم تريغونوميتريك ديال بي. مزيان، دونك حنايا بي لقينا ليها يعني لاغيمون هو 5 بي على 12. ها هي اخر سؤال، دونك نمشيو للسؤال سي. دونك لا كيسيون سي عطانا باش نلقى ليه ان الكوسينوس ديال 5 بي على 12 كيساوي هذا التعبير. اول حاجه كتب معايا بي يعني بلا فورم تريغونوميتريك، يعني الشكل المثلثي ديال بي. شحال لقينا في الموديول ديال بي؟ كلشي حداك، هي جوج جذر جوج، جوج جذر جوج. مزيان، والزاويه لاغيمون 5 بي على 12، هاي 5 بي على 12، هادي كتابه. الا بينا نكتبوا الكتابه الاخرى المنشوره، هذه الكتابه المختصره، الا بينا نكتبوا الكتابه الاخرى يعني بي كتساوي هنا. دونك بي تتساوي شنو كندير؟ هذا شنو كيمثل ليا هو الموديول، يعني كنكون معمل به. ها هي جوج جذر جوج، عامل اشنو كنكتبوا من بعد؟ الكوسينوس ديال هذه الزاويه، كوسينوس ديال 5 بي على 12 زائد اي سينوس ديال 5 بي على 12. مزيان، غادي ننشر هذا الشيء. هذا اشنو بيعطينا؟ جوج جذر جوج كوسينوس ديال 5 بي على 12 زائد اي جوج جذر جوج سينوس ديال 5 بي على 12. مزيان، ملي وصلنا لهاد النتيجه كنمشي كنشوف بي بلا فورم الجبريك، الشكل الجبري ديال بي عندي في المعطيات. ها هو هو هاد. دونك بي تتساوي جذر 3 ناقص واحد، هاي ناقص واحد زائد اي عامل جذر 3 زائد واحد. مزيان، دونك بي كتساوي هاد التعبير، وعندنا بي كتساوي هاد التعبير. يعني اشنو؟ هاد لابارتي غيال هي ديال الكوس، ولابارتي ايماجينيغ هي ديال السينوس. حنا شنو مطلوب منا في القاعدة، عفوا في السؤال، طلب مني باش نلقى ليه الكوسينوس ديال 5 بي على 12 كيساوي هاد التعبير. فين هو الكوسينوس؟ هاو. يعني اشنو غادي ندير من بعد؟ بحال شكل نظمة سيستيم، بغيت ندير هاد التعبير هذا كيساوي هاد التعبير هذا، ونخرجو الكوسينوس بشكل عادي. دونك غادي نديرو جوج جذر جوج لو كوسينوس ديال 5 بي على 12
تتساوي جذر 3 ناقص 1. حنا الغرض ديالنا اش هو الكوسينوس، بيد نخليها بلاصتو، بيد ندير الكوسينوس ديال 5 بي على 12 تتساوي جذر 3 ناقص 1 مقسم على 2 جذر 2. مزيان، حنا عندنا الجذر في المقام، جوج حويجات ما خاصهمش يكونوا في المقام، الجذر والناقص دائما طلع من الفوق. دونك هنا عندنا الجذر ديال 2 بغيت نتخلص منه، غادي نضرب في الغاسين ديال 2 في البسط وفي المقام باش نتخلص منها. دونك بينا نديرو تتساوي 2 جذر 2، هنايا جذر 3 ناقص 1، قلنا غادي نضربو فاش في جذر 2 ها هي، ونعاود نقسم على جذر 2 باش نتخلص من هذيك جذر 2 اللي كان في المقام، ونشر الغاسين ديال 3 في الغاسين ديال 2 هي شحال، هي الغاسين ديال 6، هاي الغاسين ديال 6 ناقص 1 في الغاسين ديال 2 هي الغاسين ديال 2. هادشي كامل مقسم على شحال، الغاسين ديال 2 في الغاسين ديال 2 هي 2، و 2 فوا 2 هي 4. هاي شكون اللي وصلنا لنا هاد النتيجه؟ كوسينوس، الكوسينوس ديال 5 بي على 12. مزيان، شوف معايا النتيجة اللي لقينا حنايا شحال، الغاسين ديال 6 ناقص الغاسين ديال 2 على 4، وهما شحال لقاو؟ هاهي، يعني هاد النتيجة اللي بغاو مني هي اللي لقيناها، دونك هاد النتيجة صحيح. نتمنى يكون هاد الأسئلة اللي دوزنا مفهوم. نمشيو لا كيسيون الأخرى، 2، دونك هاد لا كيسيون 2 أشنو فيها؟ فيها أ لا فيكس ديال ا هو ا مينيسكول، ولا فيكس ديال بي هو بي مينيسكول. مزيان، وعندنا واحد لا فيكس ديال سي ماجيسكول، هو هذا التعبير هذا. دونك هاي عندنا سي وهذا ا وبي راه ديجا عندنا في المعطيات. غادي نمشيو لا كيسيون ا، فيريفي كو سي كتساوي اي فوا ا، فيريفي يعني تحقق ان سي، فين هي سي؟ هي هذا التعبير، اشنو كيساوي اي فوا ا؟ هي راه فيناها و ا فيناها، هي اللي في المعطيات هاي. يعني كيقول لك نعم سيدي الا مشيتي درتي اي وضربتيها في هاد ا بتلقى السي اللي هي هادي، صافي هذا هو السؤال، هذا هو المفهوم ديال السؤال. فيغيفي تحقق، عندك الاختيار بدا منين ما بغيتي، اما تنطلق من اليمين باش تلقى هاد اليسار، ولا تنطلق من هاد اليسار باش تلقى اليمين. فيغيفي عندك كامل الحريه، مونتخي لا عقل عليها، وشرحنا هذه القضيه مرارا وتكرارا. راه بزاف الناس في الامتحان تيسحبوا موش فيغيفيي بحال مونتخي، وتيمشيو تيخرجوها بشكل عادي وتكون عندهم الجواب خطا. دونك غادي نمشيو لا كيسيون 2 ا، عندنا قال لي فيغيفيي سي كتساوي اي فوا ا، تحقق. مزيان، حنا شحال عندنا في سي؟ ها هي السي كتساوي هاي ناقص 1 ناقص زائد اي جذر 3. وشحال عندنا في ا؟ هاي في المعطيات في الاول هي جذر 3 زائد اي. غادي نمشيو نبداو من هذا اللي فيه الحساب باش نلقاو السي. اون لدينا اي فوا ا تتساوي، دونك اي هاي ما كايناش باش تعوض، عامل ا هي هادي هي جذر 3 زائد اي، ونحسب عادي. دونك اي في جذر 3 هي اي جذر 3، هي كتساوي اي جذر 3، و اي في زائد اي هي زائد اي اس 2، ها هي زائد اي اس 2، و اي اس 2 هي شحال الشباب؟ هي ناقص 1، ها هي زائد اي جذر 3. شوف النتيجه اللي وصلت ليها انت هي هذه، خاصك تلقى هي السي، شوف السي هي هذه هذه أرى هي هادي. إذا دونك سي كتساوي إي فوا النتيجة لقيتيها بشكل عادي، صافي. دونك حاليا مكاينش سي سؤال ما عمرنا خدمناه في العقاد. غادي نكملو السؤال، قال لي فيغيفي لقيناها إي أون ديدويغ كو أو أ كتساوي أو سي. هنا مكايناش متجه، مكايناش فيكتور. عندنا في لا كيسيون اخرى قال لي ديدوير كو، نعاودوه اون ديدوير كو او ا كتساوي او سي. هنا ما عندناش متجهه، ياك؟ يعني اشنو المعنى ديال او ا؟ هي لا ديستونس، المسافه، او ا كتساوي المسافه او سي. منين بينا نحسبوا هذا الشيء؟ هذا انطلاقا من هنا، يعني منين بينا نستنتجوا انطلاقا من هذه؟ شوف معايا، قال لك هو استنتج ان او ا كتساوي او سي، ما عطاكش متجهه ولا شي حاجه،
مزيان. اشنو المعنى ديال او ا بوحدها مسافة؟ هي المعيار. كيفاش كنحسبوها؟ شوف معايا، او ا تتساوي اش ا مينيسكول ناقص او تتساوي شحال عندنا او؟ هي زيرو. هي اش بيولي عندنا؟ هي الموديول ديال ا، والموديول ديال ا حنا ديجا خرجناه في الاول. دونك نرجعو نشوفوه من هنايا. دونك ها هي ا، ديجا خرجنا لها الموديول ديالها، هي جوج، يعني لا ديستونس او ا كتساوي جوج. مزيان. ولا ديستونس او سي اشنا هي؟ المسافة او سي كتساوي هي الموديول ديال سي مينيسكول ناقص او تتساوي هي الموديول ديال سي تتساوي. والموديول ديال سي نتو نحسبوه هنايا، الموديول ديال سي شحال كيساوي؟ عندنا سي كتساوي اي فوا ا، الموديول ديال اي هي واحد، والموديول ديال ا هي جوج. دونك جوج في واحد هي جوج. هاي شحال لقينا في يعني المسافة او ا هي جوج، وشحال لقينا في المسافة او سي هي جوج. اذا بدنا نكتبو هنايا، دونك او ا كتساوي او سي، وانت لقيتي المسافة. نمشيو نشوفو السؤال الموالي. دونك ندوزو للتتمة ديال السؤال، ان او ا مع او سي كتساوي بي على جوج. هاد بي على جوج من غادي نجيبوها؟ يعني الزاوية اللي بين او ا مع او سي كتساوي بي على جوج. لقيا الزاوية بي على جوج، من غادي نجيبو هادشي؟ غادي نجيبو انطلاقا من هاد التعبير اللي لقينا في الاول. دونك نجيو نكتبو هذا ونخرجو منو هاديك بي على جوج. لدينا قلنا سي كتساوي اي فوا ا. مزيان. حنايا بي على جوج صافي دير ان الى حسبنا هذا بلا نلقاو كيساوي واحد العدد فوا اي، يعني خاصنا نلقاو اي. دونك اي خليها بلاصتها، هاد ادوزها لتحت باش تولي لي سي على ا كتساوي اي. مزيان. شوف معايا هنا، غادي نديرو سي ناقص او على ا ناقص او تتساوي هي اي. منين جبنا او؟ هي اللي كاينه هنايا، حيتاش او الا نقصنا او زيرو، ما يتبدل حتى شي حاجه. مزيان. يعني هنايا بينا نمشيو نحسبوا لارغيمون ديال سي ناقص او على ا ناقص او كيساوي هو لارغيمون ديال اي. وشحال لارغيمون ديال اي؟ اي شحال كتساوي؟ يعني الشكل المثلث ديالها هو واحد، والزاويه بي على جوج. كون كانت هاد الاي المعامل ديالها ناقص بيعطينا ناقص بي على جوج. مزيان. دونك حنا عندنا اي تتساوي واحد بي على جوج. اذا دونك لاغيمون ديال سي ناقص او مينيسكول على ا ناقص او تتساوي بي على جوج بترديد دو بي. اذا الزاويه اللي عطاني هنايا او ا مع او سي، اما تنديرو هاد الشرطه ولا كندير واحد الشابو، كتساوي بي على جوج بترديد دو بي. وانت لقيتي الزاويه ديالي. يعني باش تدوز من هاد الكتابة لهاد الكتابة عندك الاختيار، إما تشوف أشنو عندك هنايا، يعني بالمتجه تحط هنا هادي. وداك النهار وريناكم كيفاش كندوزو من هاد الكتابة لهاد الكتابة، راه ساهل صافي. دوك الزاوية اللي لقينا هنا دابا هي بي على جوج بطاردي دو بي، هي اللي لقينا هنا دابا هنايا. ندوزو لا كيستيون بي. قال لي في لا كيستيون بي مونتخي كو لو بوان بي اي ليماج دو بوان ا باغ لا ترونسلاسيون دو فيكتور او سي. يعني اشنو المعنى هنايا؟ قال لي بين ان بي صورت ا بالازاحه ذات المتجهه او سي. اول حاجه نكتبوا العلاقه ديال ترونسلاسيون ديال الازاحه. دونك الازاحه باش كتكون؟ دونك لا كيسيون بي، دونك هذيك ترونسلاسيون اللي هي الازاحه باش كتكون معرفه؟ كتكون معرفه بواحد الفيكتور. مزيان. هنا قال لي ان الفيكتور ديال ترونسلاسيون هو او سي، يعني كنجيو نكتبوا لا فورمول. دونك هنايا بي بي ليماج دو ا بار
translation translation t يعني الإزاحة t de vecteur OC يعني b صورة a بالإزاحة t ذات المتجهة او سي. مزيان، اشنو كيعني؟ كيعني ان تي ديال ا تتساوي بي. مزيان، حيدو هذه. دونك تي ديال ا كتساوي بي. اشنو كيعني بالازاحه؟ ان هذه زد ديال بي كتساوي اش؟ زد ديال ا زائد زد ديال او سي. الفيكتور دائما كنزيد هنايا، كنزيد المتجهه ديال الازاحه. المتجهه ديال الازاحه فين هي؟ راه هي او سي. يعني انت يطلب منك باش تلقى هذه العلاقه، هذه زد ديال بي كتساوي زد ا زائد زد ديال او. زد ديال ا راه عندنا لافيكس ديال ا، وعندنا لافيكس ديال او سي. نجيو نحسبوا هذه. دونك بي راه ديجا عندنا هنايا، زد ديال بي راه هي هذه. خاصنا نحسبوا غير هذا الحساب، خاصو يعطينا ان زد ديال بي كيساوي هذا التعبير. دونك حنا زد ا كتساوي عندنا في المعطيات هي جذر 3 زائد اي هذه، وزد ديال او سي كتساوي زد ديال سي ناقص زد او اللي هي زد ديال سي. يعني جمع ليا بين زد ديال سي مع زد ديال ا خاصك تلقى بي. دونك زد ديال ا زائد زد ديال او سي تتساوي، دونك زد ديال ا هي جذر 3 زائد اي زائد شحال زد ديال سي؟ ها هي ناقص 1 زائد اي جذر 3 ناقص 1 زائد اي جذر 3. ونحسب هذا الشيء، هذا نحيد الاقواس هنايا مسبوقين بزائد ما نخاف والو. جذر 3 زائد اي ناقص 1 زائد اي جذر 3. دونك هاد لابارتي ريال مع هذا، يعني بتولي عندنا جذر 3 ناقص 1 زائد هنا عندنا اي، هنا عندنا اي جذر 3، ما يمكنليش نجمعهم بيت نفاكتوري باي، هي 1 زائد جذر 3. دونك هذا التعبير هو اللي خاصنا نلقاوه في زد ديال بي. بي شحال فيها؟ هي قدامنا جذر 3 ها هي ناقص 1 ها هي زائد اي عامل جذر 3 زائد 1. اذا بي هي ليماج ديال ا باغ لا ترونسلاسيون تي دو فيكتور او سي. يعني بي هي صوره ا بالازاحه تي ذات المتجهه او سي. وانت خرجتها، يعني كل شيء هي العلاقات في هذه العقد، هي راه العلاقات. حط العلاقه وتبقى ما تخاف حتى شي حاجه. دونك نمشي ولا كيسيون السهله هي اخر سؤال. اون دي دوير كو او ا بي سي اي تان كاري، يعني قال لي استنتج ان طبيعه هذا او ا بي سي مربع. مزيان، اشنو هو او ا بي سي؟ حاول الى عطاك هنايا يعني طبيعه داك الرباعي السميه ديالو، حاول ترسمه باش يبان لك اشنو هما الخاصيات اللي بتخرج. اشنو عطاك هنايا؟ او ا بي سي مربع كاري، هاي او، هاي او ا بي سي مربع. اشنو هما الخاصيات اللي تكون في مربع؟ تيكون عندنا متوازي الاضلاع، يعني هاد او ا زد ديال او ا كتساوي زد ديال سي بي. اي متجه اما او ا مع سي بي، يعني كنهضر على لافيكس زد، ولا او سي مع ا بي، ولا بي سي مع او ا، هي الاولانيه. مزيان، الحاجه الثانيه اشنو هي؟ كتلقى زاويه قائمه وحده هنايا ولا هنايا ولا هنايا ولا هنا على حسب النقطه اللي بغيتي دير. ثالث حاجه اشنو هي؟ ان هاد الاضلاع كلهم متقيسين. فوالا، نبداو حاجه بحاجه. بدا باللي بغيتي، بتبدا يعني بتبين الزوايا، ولا بتبين يعني الاضلاع متقيسين، ولا هاد المتجهه قلنا زد ديال المتجهات متساويين بحال بحال. دونك شوف معايا هنا، قال لي هير دي دوير، يعني كلشي كاين. استنتج، بلا نستنتجو انطلاقا من داكشي اللي سبق. دونك شوف معايا، الا كنا كنهضروا على الاضلاع، خاص هذا يكون قد هذا، يكون قد هذا، يكون قد هذا. شوف معايا انت، واش ديجا خرجتي واحد الاضلاع متقيسين؟ نعم، او ا مع او سي ها هي كاينه هنايا، ها الاولى. مزيان، والزاويه اللي بيناتهم كتساوي بي على جوج، ها هي الثانيه. اشنو خاصنا نزيد؟ نزيد ان او ا لافيكس ديال او ا كتساوي لافيكس ديال سي بي، ولا لافيكس ديال او سي مع لافيكس ديال ا بي، بحال بحال.
نكتب ليها داكشي اللي عندنا في الاول. عندنا او ا كتساوي او سي، هاي هاي هو المعطى، كاينه هذه هاي. وعندنا عاود ثاني او ا مع او سي شحال لقينا؟ كتساوي بي على جوج، هاي بي على جوج بطردي دو بي، هاي الثانية. اش بقى ليا؟ بقى ليا نمشي نحسب ان زد ديال او ا كتساوي زد، خدينا او ا يعني بين ديال سي بي، سي بي كيتساوي دونك زد ديال او ا هي اش؟ هي زد ديال ا ناقص زد ديال او، اللي هي زد ديال ا. شحال عندنا في ا؟ ها هي جذر 3 زائد 1 كتساوي جذر 3 عفوا زائد اي. مزيان، ها هي الاولى لقيناها. نجيو نحسبوا هذه زد ديال سي بي كتساوي اش؟ هي زد ديال بي ناقص زد ديال سي، ولا ندير سي مينوسكول مع بي مينوسكول بحال بحال تتساوي. شحال عندنا في زد ديال بي؟ ها هي عندنا في المعطيات، هي جذر 3 ناقص 1 جذر 3 ناقص 1 زائد اي عامل جذر 3 زائد 1 ناقص سي. شحال فيها؟ ها هي ناقص 1 زائد اي جذر 3 ناقص 1 زائد اي جذر 3. نحيد الاقوس ونحسب عادي. دونك جذر 3 ناقص 1 ونشر هذه زائد اي جذر 3 زائد اي ناقص مع ناقص هي زائد 1 وناقص هنايا هي ناقص اي جذر 3 ونحسب. دونك عندنا ناقص 1 مع ناقص 1 زائد 1 عفوا بتمشي هذه مع هذه. اش يبقى عندنا؟ عندنا 1 اي جذر 3 ناقص اي جذر 3 باي 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 باي. اش بقى عندك؟ جذر 3 زائد اي جذر 3 زائد اي. شحال لقيتي فيها؟ جذر 3 زائد اي، والاولانيه جذر 3 زائد اي. اذا دونك زد ديال او ا تتساوي زد ديال سي بي، هاي العلاقه الثالثه. دونك هاي المتجهه لا فيكس ديالها مع لا فيكس ديال هادي متساويين، هاي يعني المسافه متساويه، هاي المتجهه عفوا الزاويه اللي بين او ا مع او سي كتساوي بي على جوج. دونك ثلاثه الحوايج خاصك تلقاهم في مربع، كيتجمع لك متوازي الاضلاع، وكيتجمع لك معين، وكيتجمع لك مستطيل، كلهم كتلقاهم في مربع. يعني نعاود، خاصك تلقى هذا الضلع مع هذا الضلع، يعني الضلع مع الضلع اللي تابعه اللي كنهضروا على معين، خاصو يكون بحال بحال، يعني القياس مزيان. الحاجة الثانية الزاوية تلقاها بي على جوج ولا ناقص بي على جوج، باش أنك تهضر على قائم الزاوية، يعني مستطيل. باش تزيد تأكد ليه ديال متوازي الأضلاع، خاصك تاخد إما زد ديال أو أ مع سي بي ولا أ بي مع أو سي، بحال بحال، هادو كاملين كيخليك أن تقول أن أو أ بي سي، فين هي عفوا؟ أو أ بي سي إيت أن كاغي مربع. وبهذا غادي نكونوا كملنا التمرين رقم جوج. كان معكم الأستاذ يوسف، نتمنى الشرح ديال هاد التمرين ينال الإعجاب ديالكم، ما تبخلش عليا بواحد الاشتراك، وخلي معاك واحد لايك، ودير شي كومونتير زوين. تهلا في راسك، اللهم يسر.